تعالوا بقى نكمل الكلام. خد بالك، أي توجه اقتصادي هو بيتحرك في إطار التوجهات الاجتماعية. يعني هو علم الاقتصاد معمول علشان إيه؟ لتحسين أوضاع البني آدم. طيب، أوضاع البني آدم عندما كانت فردية فكان الاقتصاد فردي مباشر، عندما يتحول بني آدم إلى شكل من أشكال التشارك في إطار زمان العائلة القبيلة ثم مجموعة وبكده نشأة الدولة وهكذا. إذن يبقى الاقتصاد بيشتغل وبيتطور لخدمة المجتمع. طيب، المجتمع على سبيل المثال عندنا هنا في مصر، عندي مجتمع ريفي ضخم جدا تقريبا 60 مليون بني آدم، قول 58 وشوية 59، يعني عشان كده بقولك تقريبا 60 مليون بني آدم. 60 مليون بني آدم تقريبا هم حوالي 58% من سكان جمهورية مصر العربية. عشان كده في عندنا حاجة اسمها إيه؟ حياة كريمة. طيب، تعال نشوف توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تدريب العمالة المصرية بالتعاون ما بين وزارة الإنتاج الحربي ومؤسسة حياة كريمة والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ. فاكرين مبادرة إبدأ ولا لأ؟ ايوه، هي دي اللي احنا كنا قاعدين معاهم الاسبوع اللي فات. فالنهارده بتنطلق المرحله الاولى من المبادره، ومن فين بقى؟ من الصعيد. اهو ده كلام محترم، كلام جميل، كلام رائع. نبدا من الصعيد الذي كان زمان منسيا. خلونا ناخد معانا على التليفون استاذه يوستينا ثروت، مدير قطاع الفئات المستهدفه بمؤسسه حياه كريمه. اهلا وسهلا. الو، مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ مساء النور، ازيك؟ ايه الاحوال؟ كله تمام؟ كله زي الفل. بدأنا من سوهاج ليه؟ بدأنا من سوهاج لاني تعتبر من اكثر المحافظات الاكثر احتياجا والاكثر فقرا. نسبة العمالة فيها عالية جدا، خصوصا لان هي تعد محافظة من محافظات صعيد مصر ومن المحافظات الاكثر الطاردة للسكان، فبالتالي انا محتاجة ان انا اعمل توطين للعمل المهني وللورش المهنية اللي موجودة في المحافظة عشان تقدر تواكب العمالة المصرية وتكون هي اولى محافظات التعامل في مبادرة ابدأ والمبادرة المشروع القومي حياة كريمة دي. ده واحد. اثنين، لان هي واحدة من ضمن المحافظات الاكثر احتياجا اللي موجودة معنا في حياة كريمة بسبع مراكز، وده طبعا عدد مش قليل خالص. التلاتة لاني كمان اهل سوهاج حلوين جدا والعمالة بتاعتهم جامدة جدا يعني، فحبينا ان احنا يكون لينا لقاء من صعيد مصر وتبقى هي دي البداية بتاعتنا عشان نوري للدنيا كلها فعلا ان العمالة المصرية احسن عمالة في الدنيا. حلو. مركز التدريب اللي انا شايفه هو شديد الاختلاف عن مراكز التدريب اللي تبقى في خيالنا طبقا للي احنا حفظناه من واحنا صغيرين. انا شايف عربية. طبعا. طب اشرحي لي بقى. طيب، احنا حبينا لما ابتدينا نفكر في الفكره من البدايه قلنا ان احنا محتاجين ننزل بحاجه مختلفه، حاجه تكون اون سبوت زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت تكون سريعه، وفي نفس الوقت تكون مختلفه في التفكير وكده. ولما ابتدينا ندور على مين الشراكات المختلفه اللي ممكن تكون معانا في ده، لقينا وزاره الانتاج الحربي. وزاره الانتاج الحربي المجهود اللي هي عاملاه بصراحه في عربيات التدريب، النموذج منها قدام حضرتك على الصوره، هو من ضمن الانجازات الكبيره جدا تلك الوزارة على الأرض. هم مدونا بالعربية، مدونا كمان بالمدربين المتخصصين، بصراحة مدربين فوق الممتازين، خبرة عالية جدا 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 في المجال المهني وفي التدريب المهني، ناس حرفية زي ما بيقولوا، زي ما قال الكتاب كده، حد حرفي صنايعي ماهر جدا جدا، فمدربين حقيقي ماهرين جدا في التعامل مع كافة المستويات وعلى كافة الأصعدة في المهنة بتاعتهم دي من ناحية. العربية ايه الكونسبت بتاعها؟ ان احنا لما ننزل بسرعة، يعني احنا نازلين بتدريبنا على الارض بالورشة بتاعتنا بالادوات بتاعتنا، نازلين لك في كل محافظة من محافظات مصر. احنا مش هنوقف عند العربية بس، لا احنا كمان هنكمل في ورش ثابتة، ورش التدريب المهني، ودي هتبقى في المراكز التدريب المهني اللي موجودة في المحافظات، بس حبينا المرة دي لما ننزل بطريقة مختلفة. يعني ده تدريب نظري وعملي عن طريق عربية التدريب. بالظبط. دي حدوتة جديدة قوي دي. كملي كملي، أنا مبسوط بصراحة.
اصل احنا بدل ما هنقعد نبني في حاجات وبعدين مش يعني، طب ما احنا بتحرك بالعربيه فبتديلي فعاليه اكتر واسرع ان انا اتحرك كتير وادرب اكبر قطاع ممكن. بالظبط، في محافظات عده يعني، انا دلوقتي انا النهارده مثلا في محافظه سوهاج، بكره ممكن اروح مركز تاني من ضمن محافظه سوهاج اعمل عدد اكبر بنفس المدربين اللي معايا وهكذا لحد ما ابدا انا كده بدرب اكبر عدد ممكن في اكتر انتشار جغرافي ممكن في نفس الوقت في محافظات كتير، وده علشان احقق يعني تمكين اقتصادي اكتر لفئات اكتر من المجتمع. ده من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه اني اخلي العامل المصري عندي والمهني بيواكب المعايير الدوليه للعامل المهني الدولي، فيبقى هو زيه زي اللي بره. احنا دلوقتي احنا في فتره من الفترات كنا بنجيب عماله من بره، لكن احنا عماله بلدنا ناس جامده جدا وناس جدعه جدا. انا عايزه اقول لحضرتك ان الرد الفعل اللي احنا شفناه من الناس على الارض في اول يوم تدريب مش طبيعي، مش طبيعي على الاطلاق في محافظه سوهاج كلها. مبدئيا احنا اللي شارك معانا في المبادره دي في محافظه سوهاج طبعا سياده المحافظ، سياده محافظ سوهاج كان ادالنا دعم جامد جدا 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 على المستوى اللوجستي، على المستوى المادي، على المستوى على كافه الاصعده، وكان مواكب قوي للحدث وكان متحفز جدا لفكره التدريب خصوصا للعماله اللي عنده في سوهاج. معانا كمان من ضمن الناس صندوق مكافحه الادمان، ودي حاجه جديده فيها ان انا لما باجي ادرب العامل انا مش بس بدربه مهنيا فقط لا غير، ولكن كمان بديله بغير العقليه بتاعته، بغير الصوره الذهنيه للعامل قدام الناس، وبغير الصوره الذهنيه للعامل نفسه عن طريق ان انا بديله محاضرات توعيه على المستوى الثقافي، على المستوى المهني، على المستوى الحرفي والرياضي، وكمان معانا على المستوى الترفيهي كمان. فاحنا معانا صندوق مكافحه الادمان داخل معايا. اللي بتقوليه ده بالنسبه لي مزيكا يا يوستين حقيقي. الاول خليني اشكرك الاول كل الشكر ليوستينا ثروت مدير قطاع الفئات المستهدفه بمؤسسه حياه كريم. اضافات اللي لقيته يوستينا بالمناسبه، هو العامل والقسط المصري بيعمل عربيات الماني، عشان بس بقى متفقين، ارقى وادخن عربيات الماني بتتصنع هنا اهو في مصر بايدينا المصريين، عشان بس نبقى متفقين يعني، ده بس قاعده. الحاجه الثانيه فكره التكامل، خد بالك احنا بنعمل التدريب نظري وبنعمل التدريب عملي وبنعمل التدريب على تغيير الثقافه، خدت بالك بقول لك ايه، واحنا بنشتغل كمان على مع مساله علاج الادمان ومكافحه الادمان وما الى ذلك، عشان العامل بتاعنا ما ينجرش ورا سكه مش قد كده بدعوه بقى ايه، اصل انت كده هتشتغل اكتر، كده هتسهر اكتر، كده هتدي انتاجيه اعلى. يعني في شغل، في هنا مخ شغال، في استراتيجي، هي دي بقى اللي بقولها لك، رؤيه، مش يلا بينا جهجهوني واي حاجه وكل سنه واحنا طيبين ونبقى عملنا عنوان شكله جميل ومنظر رنان ومبهج ومبهر وبس، وساعه الجد مفيش.